مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد متابعة حضراتكم جميعا من خلال هذا اللقاء المتجدد من برنامج مع كتاب الله، حيث نقرأ مع بعضنا البعض الآيات المباركة من سورة البقرة. إن شاء الله رب العالمين هنقرأ في هذه الدقائق من البرنامج الآية رقم 58. ولكن في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مسعود الشناوي، الأستاذ بكلية القرآن الكريم. أهلا بحضرتك دكتور أيمن. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد سلامة علي الذي يطبق معي هذه المباركة. مرحبا بك يا دكتور محمد. دعنا نستمع الأول إلى فضيلة الشيخ محمد ثم نطبق الأحكام التجويدية. تفضل مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله يفتح عليك. كما تعودنا دكتور محمد، قلت برضه سؤال متكرر في كل لقاء، بس احنا مضطرين عشان البرنامج تعليمي والناس برضه تعرف معانا، برضه هنقف عند الابتداء في الآية الكريمة. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الآية بدأت بقوله وإذ، على تقدير محذوف اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ، بما أن البدء بإذ فيكون الوقف على ما قبلها، وهو قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقف كاف. من هنا يجوز البدء بقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا. ومن زاوية أخرى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون رأس آية، ورأس الآية يجوز الوقف عليها. أنا سألت دكتور محمد مشاهدي الكرام على موضوع الابتداء في الآيات المباركة. دكتور محمد، يعني نشير الى الناس جميعا ان هذا علم، يعني علم الوقف والابتداء، يمكن الناس بتحسبه ان احنا بنجيبه من عندنا، لكن هو هذا علم وله اصوله. ده حضرتك مش مساله، ده احنا عندنا امر الله تعالى بالترتيل في قوله تعالى صحيح. ورتل القران ترتيلا، هذا فعل امر. نعم. سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن معنى الترتيل فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. الله. فالأمر هنا ينقسم، معرفة علم الوقف والابتداء ده نص الأمر بالترتيب، يعني التجويد نص والوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء هو الذي يوصل المعنى للقارئ. وأنا الهدف أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن للاهتداء به، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني، والاهتداء لا يكون إلا بفهم المعنى، والفهم المعنى يتأتى من معرفة الوقف السليم يوصل المعنى إلى وكمان البدء السليم نفسه. والبدء السليم طبعا صحيح، يعني ما ينفعش مثلا أنا أبدأ بالصلاة بالناس وأقول ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر. لا، هو من حيث البدء ينفع، من حيث البدء ينفع، لا معنى قول جديد، لا معنى، لا مشكلة أقصد، لا مشكلة، المستحسن في المعنى بقى نفسه. الأولى أن يعني يبدأ من بداية قصة، بداية صحيح. موضوع، بداية كذا، لكن لا مانع أن يبدأ من قول الشياطين المخدرة أو غيرها من منتصف القصص، لا مانع. لكن بيبقى أحيانا في بدء مش مستحسن؟ طبعا لا شك أن في بدء مش مستحسن، أحيانا بالبدء اللي في نص القصة ممكن ربما يشوق القارئ إلى معرفة أول القصة صحيح. فينتهي من الصلاة يذهب هو يعني عندي البدء بالاستثناء مثلا، إلا الذين ظلموا مثلا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا صحيح. المفروض الكلام في استثناء متصل بما قبلهم يعني. الأولى ما يبدأش بهذا البدء. أهمية العلم البدء والابتداء والوقوف. نعم. فبالوقوف على الآية الكريمة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. إذا وقف القارئ هنا فهو وقف حسن. يقف ولكنه يبدأ من حيث وقف. فقلنا ادخلوا هذه القرية، يبدأ مرة أخرى فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. وأيضا إذا وقف على سجدا فوقف حسن، لا يبتدي بما بعده ولكن يعود
قلنا ندخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. لا عفوا، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. أيضا الوقف عليه وقف حسن، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هنا يجوز له الوقف وسنزيد المحسن، لأن هنا وقف كافي. يبقى الوقوف في منتصف الآية وقوف حسنة، أما الوقف على قوله تعالى خطاياكم، قال بعض العلماء أنه وقف كاف، وقال البعض أنه وقف حسن، وقال البعض أنه وقف جائز. فمن هنا على من يقول أنه وقف كاف يبدأ وسنزيد المحسنين. نعم، يعني معظم الوقوف في الآية حسن. حسن، حسن. يعني لاحظ حضرتك أن الواو حرف عطف، فالمفروض أن الكلام معطوف. صحيح، معطوف على نعم. بعض. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يقولوا إيه؟ وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، مش بس كده، وادخلوا الباب سجدا، مش بس كده، وقولوا حطة. إذا فعلتم هذا، دخلتم وقلتم هذا، نغفر لكم خطاياكم. لكن كان العكس من بني إسرائيل. أعتبر برضك أن هذه الوقوف الحسن هي رحمة من الله للقارئ. طبعا لا شك، لأنه ربما أن يكون غير طويل النفس، لا يستطيع أي قارئ مهما طال نفسه، عندنا آيات طويلة جدا ما يستطيع القارئ أن يصلها كلها. صحيح. نعم، يعني نسمحها تاني ترتيلا، ايه رايك يقف بالوقوف عشان نعلم القارئ ولا يجيبها اذا وقف وصفة؟ يعود مره اخرى، يقف ويبدا من الكلمه التي وقف عليها او التي قبلها. عشان لكن اذا استطاع ان ياتي بها كلها ويقف على خطاياكم فهو افضل. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله يفتح عليك. قل لي يا دكتور محمد، هو ممكن الإنسان في الآية دي يعني يقرأ قراءة خاطئة، أو فيها مثلا أخطاء شائعة بين الناس اللي بيقرأوا الآية الكريمة؟ طبعا. اتفضل. أول خطأ ممكن يبقى بيني، يمكن تكلمنا عنه أكتر من مرة قبل كده، ممكن وإذ دي بتتكرر معي في القرآن كثيرا، ممكن ما يخرجش لسانه خالص، يبقى اتقلبت الذال من ذال إلى زاي. يعني ده لحن جلي. لحن، واللحن الجلي يعني حرام في القرآن. ممكن لحن خفي في هذه الآية، إن هو عدم إعطاء كسرة الهمزة حقها، يقول وإيه وإيه. وإذ قلنا، هي مش وآ وإي، وإي همزة كسرة إي. وإذ قلنا، عدم إعطاء ضمة القاف حقها، أو اللي احنا بنسميه في التجويد إتمام الحركات. ما يقولش قلنا، مش قلنا، هي قلنا. ممكن ما يظهرش اللام في قوله فقلنا، يدغمها في النون. وهنا عندي مشكلة، يعني اللام في أحكام، الناس اللي عندها فكرة أحكام النون الساكنة والتنوين أو أحكام التجويد، عارفين أن النون الساكنة بتدغم في اللام والراء إدغام بغير غنة. يعني لما النون الساكنة تدغم في اللام بإدغام بغير غنة، زي هدى للمتقين مثلا، تنوين، ما التنوين يعامل معاملة النون. هنا العكس، جاءت اللام الأول وبعدها نون. صحيح. فالطبيعي بما احنا بندغم لقرب الأحرف للتقارب، طب بما أنهم بينهما قرب، اللام تدغم في النون، أدغمت في اللام، ليه ما أدغمناش اللام في نون؟ وإحنا بننبه ده يجب على القارئ أن يظهرها. لما أقول لك النون لا، اللام لا تدغم في حرف أدغمت هي فيه حتى لا تذهب الألفة التي بينهم. الله. النون لما أدغمناها في اللام بإدغام الغنة ما نجيش إن ندغمها، ده يجب إظهارها. إظهار. واللام لام الفعل قلنا تظهر عند كل الأحرف إلا إذا جاء بعد اللام لام أو راء. لام الفعل تظهر عند جميع الحروف إلا إذا جاء بعدها لام أو راء. دي من الأخطاء الشائعة اللي ممكن القارئ يضغم اللام في النون، والقلنا قلنا، فيجب الاحتراز ويجب إظهارها. قلنا دخلوا القلقلة. القلقلة الدال من حروف القلقلة، وحروف القلقلة عاوز أقول للمشاهد برضو أنهما خمس أحرف مجموعة في قول بعضهم قطب جد، قاف وطاء وباء وجيم ودال. يعني إيه قلقلة؟ أنا بنقلق الحرف كده، يعني بنيه هو ساكن نايم بهزه، ما هو الساكن نايم. صحيح. أنا بهزه هزة بسيطة كده بقلقه. قلنا هزة ما حركوش،
القلقلة اضطراب في الحرف، اضطراب. ندي مثل بقى في الآية كده ماشي، ما هو دي وإذ قلنا د، وإذ قلنا د أد أد أد، ما نقولش قل ندخلوا، ما قل ندخلوا ما عملتش قلقلة خالص. وممكن أبالغ فيها نقول قل ندى قل ندخلوا، خطأ. الصح إن القلقلة لها درجة معينة لازم يكون فيها، يعني اتفقنا الأول إن حروف القلقلة كام؟ خمسة، قطب جدل. هذه الخمسة أحرف لها ثلاث درجات في القلقلة. أقوى درجات القلقلة عندما يكون أحد هذه الأحرف مشدد ووقفت عليه. تسمع المشايخ الحصري والمنشاو كلمة الحق مثلا لم يوقف عليها ولا إيه؟ الحق. شايف الحق؟ أيوة. وتب، تبت يد أبي لهب وتب. الحج، دي حروف ساكنة من الحروف الخمسة ديت، جيم أو قاف أو 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 طاء أو مشدد وقفت عليه، لأن الحرف المشدد بحرفين كأنك حضرتك عملت قلقلتين، حرفين مقلقلين. فتلاقي لأجل هذا تكون القلقلة في الحرف المشدد الموقوف عليه أقوى درجات القلقلة. ثم المش مشدد، الساكن العادي اللي أنا واقف عليه، كلمة حساب مثلا، بغير حساب، والسماء ذات البروج، وعيد، أي حرف من الحروف دي، المهاد، نقف عليه بنديله درجة من القلقلة أقل من الدرجة السابقة لأنه ساكن. اللي العلماء يقول لك إيه بقى، الحرف الساكن يتوفر له من الصوت ما لا يتوفر للمتحرك الموقوف عليه، الحرف الموقوف عليه يتوفر ليه؟ عارف حضرتك اللي بيخيط يا أستاذ حسام، كأن الحروف أنا باخد جزء من نفس الحرف السابق بوصل بيه للحرف التالي، والحرف ده للحرف ده والحرف يعني أنا ممكن في الثانية الواحدة بنطق كلمة مكونة من خمس ست أحرف خدت جزء من هوا ده وصلت. طب لما نقف ما خدتش حاجة من هوا الحرف، اديته حقه كله في الهوا بتاعه، عشان كده تلاقي الحرف الساكن تظهر عليه الصفة. طب الدرجة الثالثة من درجات القلقلة لما يكون ساكن في نص الكلمة، يعني مثلا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كلمة مثلا وعيد ويدخلون، قلقلة وعيد مش زي قلقلة يدخلون، لأن قلقلة تكون ساكن بس ما وقفتش عليه، فاديله درجة أقل من درجته لما بيكون ساكن موقوف عليه. يبقى أول حاجة المشدد الموقوف عليه أقوى درجات القلقلة، أي حرف حروف قطب جادين يأتي مشدد موقوف عليه نديله درجة، ثم الساكن الموقوف عليه، ثم الساكن في وسط الكلمة. صحيح. طيب سؤال، هل الحرف المتحرك فيه قلقلة؟ برضو للمشاهد، الحرف المتحرك فيه قلقلة؟ نقوله في قلقلة، لأن القلقلة صفة ذاتية لا تنفك الحرف لكنها لا تظهر فيه، يبقى أصلها موجود لكن كمالها لا يظهر إلا في هذه الدرجات الثلاث. كمال في فرق بين الأصل وبين الكمال. صحيح. فقلنا الخطأ بالمرة برضو، بعض الناس يميل القلقلة للكسرة يقول ندى إدى، خطأ. صحيح. القلقلة، طب القلقلة تميل لإيه؟ يا إما مجرد زبزبة لا إلى أي حركة أو إلى الفتحة، كلا القولين صحيح. نعم كده الأخطاء الشائعة في الآية الكريمة ما كملناش وهتعرض. لا ما لسه هنكمل معاك، هنكمل معاك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى موضوع التجويد في الآية الكريمة. ماشي. لسه ما خلصناهاش، لسه ما انتناش منه. لكن طبعا دعني أشكرك دكتور محمد مسعود الشناوي الأستاذ بكلية القرآن الكريم على هذا اللقاء وعلى الجزء في الآية الكريمة من المعلومة، أشكرك على هذا. مشاهدي الكرام أخرج إلى فاصل ثم أعود إلى حضراتكم فكونوا معي. الكرام دعوني أرحب ضيفي الكريم فضيلة الأستاذ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. مرحبا بحضرتك. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد سلامة علي من يطبق معنا هذه الآيات. أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا. الله يخليك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. يعني مشاهدي الكرام في أول هذا اللقاء استمع إلى الآية رقم 58 من فضيلة الشيخ محمد سلامة علي، تفضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَكُونُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. انتقل إلى أستاذ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية وأقول لحضرتك
هو المقامات الموسيقية عندما ندخلها على القراءة، هل ممكن أطبق هذه أو هذا المقام يطبق على القراءة ترتيلا ولا الأفضل تحقيقا؟ يعني ممكن أتحكم في صوتي وطبقة النغمة نفسها والمقام نفسه، الترتيل مثلما قرأ في الشيخ محمد؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النغم يطبق ترتيلا وتلاوة، يعني الاثنين ما فيش فيهم أي مشكلة، طالما إن الإنسان ملتزم بأحكامه، ملتزم بحكم القراءة، التجويد نفسه. لكن يطبق ده ويطبق ده. إحنا في دايما أما بنتكلم في البداية بنتكلم في هل بداية التلاوة، إنما الترتيل اقرأ من أي مقام يعجبه بقى، من أي مقام. إنما التلاوة إذا بدأناها بنشوف وقتها الأول، هل زمن القراءة هيكون طويل يسمح لي بإني أنتقل لأكثر من مقام، ففي الحالة دي ببدأ بالبياتي. لكن لو كانت مثلا مدة القراءة قصيرة زي القراءة ما بين الأذان والإقامة، القارئ بيكون في صلاة الفجر قاعد يقرأ نص ساعة وبعد منه المبتهل، فكده كده المصلي أو المستمع زي ما بيقولوا عاش في الجو وعاش الروح، فمش محتاج إن أنا لسه هبدأ له من البياتي تاني. فبنقول هذه التلاوة قصيرة يجوز إنك تبدأ رست، تبدأ بياتي، تبدأ حجاز، تبدأ بأي مقام. لو جينا للشيخ محمد وبيقرأ، هل تعرف فضلت الشيخ محمد أنت حضرتك بدأت القراءة بمقام إيه؟ القراءة الحالية من مقام الحالية دلوقتي. أيوة، أنت قرأت بإيه بالترتيل؟ لا أنا أعرف، يعني أنت قرأت على سجيتك. طب هو تقدر تحدد لنا بقى المقام اللي قرأ به؟ هو قرأ من مقام البياتي على اعتبار إنها حكي، يعني حكي وكمان ترتيل فزمنه أسرع. لكن لو هو متواصل معانا مثلا من الحلقات السابقة كان هيعرف إن مثلا لازم يكون في تسلسل. صحيح، التسلسل اللي احنا ماشيين فيه النهاردة يخلينا في مقام الكرد. الكرد باعتبار ان الآية نفسها فيها امر من اوامر الله سبحانه وتعالى، فيها امر ولكن امر لمصلحة المأمور. ايوه، يعني 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 هذا تودد. طيب، من الله لعباده. يعني طيب انا ممكن نستمع مرة اخرى الى فضيلة الشيخ محمد سلامة واقول لحضرتك هات لنا تحقيقا اللي هو زي ما بيقولوا كده قراءة المحافل و اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. هذا نهاوند. يعني ما بدأش كردي؟ نهاوند. ممكن يقول نهاوند الكردي بقى. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وخليك على العالي ده، هو ده الكردي العالي ده. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله يفتح عليك. طب انا اديله فرصه برضه يعني عشان المستمع والمشاهد يتابع معانا واللي بيقراوا معانا. ان يجيب الكردي برضك لحضرتك قطعته في الايه، يجيب الايه الكريمه ولكن بالكردي من الداخل. طب ناخدها من الكردي بقى من الاول. اما ناخدها بالكردي من الاول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انت خدتها من اول استعاذة بقى. ده كده كردي. اتفضل. تمام، خلي اركز بقى عليه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا.
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. قولي طرح حسام، هو لما يجي يقف عندي وسنزيد المحسنين ختام الآية الكريمة، نعم، ممكن يختمها برضو بمقام الكرد؟ ممكن ياخد مقام اسمه مقام اللامي. الإيه؟ اللامي. 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 نعم. يعني إيه مقام اللامي؟ وهو يقرأ في الكرد ده بيركز على الكرد الأقل. وده اللامي بقى. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يعني هو المستمع أحيانا أنا أشعر وأن القارئ يقرأ، فممكن أعرف أنه هو كده مهد لنفسه ختام، وأعرف أن الآية دي كده هيختم عندها. ده المقام كده اسمه مقام اللامي. احنا بنبقى مرتبطين في الختام بان احنا نرجع للبياتي عشان نسلم ودن المستمع زي ما استلمناها، زي ما استلمناها منه. بس احنا هنا بدانا بالكرد، احنا هنا بادئين من الكرد. الكرد فيه تفاصيل حلوه. يعني الكرد كمقام غني بيتفاعل مع النوى اثر ويديني اثر كرد، وده اللي اراه للشيخ محمد. هو قرأ بالاثر كرد ولكن مش الكرد صافي. يعني هو قرأ باثر الكرد، اثر اسمه اثر كرد. وفي تفاصيل تانية زي قفلة مقام اللامي، أو إنه يركز على النهواند في جنس الفرع، يعني ولو لمسة خفيفة كده. يعني بحيث إن أنا أشعر نفسي إن هو يختم خلاص. فدي تفاصيل في المقام نفسه. طب ما يجيب لنا كده الكردي في الأول مع الاستشعار بمقام البياتي عند الختام. تمام. اتفضل يا مولانا. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الله يفتح عليك. دكتور حسام، هو احنا دايما نربط الحديث بالقديم. نعم. يعني مثلا بالتأكيد هذه الآيات المباركة وسورة البقرة قرأها يعني كثير من القراء مثل البنا، الشيخ الحوصري. أنا أسأل بقى فضيلة الشيخ محمد، بأي قارئ تأثرت من القدامى؟ أنا تأثرت بالشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله، والشيخ راغب غلوش، كنت بحبهم جدا يعني. نعم. والشيخ الليسي. الله يفتح. يعني لكن عموما انت لك اسلوب مميز. ونلتقي ان شاء الله نكمل الحديث معك في حلقه قادمه مشيئه الله تعالى. ان شاء الله. اشكرك فضيله الشيخ محمد سلامه علي على هذا اللقاء. كما تقدم مشاهدي الكرام بخاصه شكر التقدير للاستاذ حسام صقر المدرب بدار الاوبرا المصريه على هذا اللقاء. اشكرك يا استاذ حسام. واشكركم مشاهدي اللقاء على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.